السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله دومكم بخير وياكم هلكم من هاكوس كلاود هاوس. نرجع لكم فيديو اخر وريفيو اخر، هالمره راح يكون على كت الاي اس 300 من شركه وزمك. صراحه كت رائع، وزنه كلش رائع. التانكس سعه 3 مل، قطره 25 ملم، المود يشتغل على بطاريتين او ثلاث بطاريات، على بطاريتين يكون 200 واط، على ثلاث بطاريات يكون 300 واط، ولكن على مود تحصل على الواطيه الكامله لازم تستخدم بطاريات 25 امبير. هسه خلينا نقرب الكاميرا ونشوف محتويات العلبه وكل شيء اللي يجي ويا الكيت، وراح نعطيكم راينا حول هذا الكيت. شباب هسه نجي نراجع محتويات علبه الاي اس 300 من شركه وزمك. هنا مكتوب الموديل والاسم اكسوسكيلتون، هنا أنا عندك الكود اللي تشخطه تتأكد من أصلية المنتوج، جواها موقع الشركة، هنا الموديل Exoskeleton ES300 وزمك نفس الشيء الموديل. نجي على هنا كاتبين محتويات العلبة وكذلك معلومات الشركة. طبعا هاي اللزقة لازم شوية تشيلها، يلا تقدر تفتح العلبة، انا ما راح اشيلها وباقيها مكانها. اول شيء نشوفها اللي هو الكت، عندك تحذير للبطاريات، عندك نوع عن الكويلات يقول لك ياهو للنكهة وياهو للكلاود، ال WH2 يعطيك كلاود قليل، نكهة هواية، ال WV3 الثلاثي يعطيك كلاود هواية ونكهة شوية أقل. عندنا دليل المستخدم لتانك الكيج، هنا عندنا دليل المستخدم للمود، عندك علبة أخرى نفتحها. فيها رابلات موجودة هنا، رابلات إضافية وبرغيان، عفوا ثلاث براغي للمشبك اللي صار على جسم المود، عندك كويل ثلاثي الفتحات، وعندك كيبل الشحن. الكيج تانك 25 ملم القطر، قطر يم المشبك 28 ملم، التعبئة من فوق، عندك فتحتين هواء على الجانبين اللي تسوي من أي جهة يكون نفسه من الجهة الثانية، طبعا إذا تفتحها كامل يوقف وإذا تسده كامل يوقف. 510 عادي ما تقدر تعدله. التعبئة من فوق مثل ما قلنا، عندك هنا شكل قطرة، لازم تطلع الدروب تيب مسافة مثل ما تشوفون، وراح تدفع من هاي النقطة أو المكان العفو اللي بيه القطرة وترس الجوس، نفس الحالة تسدها على مود تقفلها تدوس. عندك دول كلابتن أفقي مثل ما تشوفون، بناء أفقي مكتوب عليه صفة فارزة 4 أوم 30 إلى 90 واط. النوع الثاني من الكويلات مثل ما نشوف ثلاثية هم كلابتن، لكن هاي عامودية البناء، مكتوب عليها WTV3 صفر فارزة 17 أوم 80 إلى 220 واط. هذه اللي هنا WTH2، ال H2 يعني horizontal الرقم 2 عدد الكويلات، هنا عندك V للvertical والثلاثة إلى عدد الكويلات. نجي على التانك نفسه، هذا المشبك تقدر توخره، طبعا هذا المشبك يفترع التانك مو ثابت. الزجاجة عندك هنا تقدر توخر الزجاجة، هذه كل أجزاء التانك ونشوف منها هي التعبئة الفوقية. هسه نجي نحضر الكويل. الجوس اللي استخدمه اليوم هو السايد كار من شركة كافي ريسر بينك ليمونيد، ليموناضة كلش طيبة. خلي جوس على الكويلات مباشر
وراح انشدها بالتانك. لان التانك ما بيجوز فلو كنترول فنسيت فتحة الهواء، نطلع الدروب توب شوية، نفتح الخبر ونعم بيجوز ونسد الفتحة ونخفضها بالدروب توب. هسه نجي على المود نفسه، مثل ما تشوفون المود شبه شفاف، نقدر نشوف الشريحة اللي بداخلها. طبعا تقدر تشحن البطاريات من خلال اليو اس بي، عندك زر التشغيل، عندك زر الزائد، وعندك زر الناقص. طبعا المشبك هذا لازقي بثلاث براغي، 1 2 3، يلزمها بمكانها. هنا عندك فتحة تنفيس البطاريات. طبعا المود تقدر تشغله 3 بطاريات او بطاريتين. اذا تشغل البطاريتين لازم تستخدم هذين الاثنين اللي جوا، 3 بطاريات مثل ما نشوفه. المود ياخذ تانك لحد 25 ملم، المود نفسه الوحدة بدون المشبك، ويا المشبك تقدر تخليه لحد 28، يجوز يتحمل 30 ملم همين. هسه نجي على تفاصيل اخرى، نشوف عندنا هذني اللدات يشتغلن كل ما تدوز زر التشغيل. طبعا انا على القصدين رافع الواطية 202، لان هذا اقصى حد يوصل له 202.5، لان البطاريات الموجودة بيها بطاريات LG تطيق 19 امبير، ولهذا السبب ما يرتفع لل 300 واط. اذا تريد 300 واط لازم تستخدم بطاريات 25 امبير فما فوق. طبعا الواطية تقدر تقللها بسرعة مثل ما نشوف، وهي تقليلها الجهة اللي انت دايس الدقمة قوم تشتغل اللدات. على مود ندخل بالقائمة، ندوس دقمة التشغيل 3 مرات او الفاير بوتن، 1 2 3. شوف هنا انا فاربل واتج قام يومض، زائد رأسا ياخذنا التي سي ان اي، هذا التي سي ار، بس هنا مكتوب تي سي ام 1. طبعا تقدر تدخل بالسب منيو وتعدل هذني، بس ما راح نتكلم عن التحكم الحراري. نرجع على الفولتية. طبعا لما نطفي المود اذا تدوس هذني الدقمتين سوا راح يقلب الشاشة بالجهة الثانية. على مود تشغل الستيلث مود انه الشاشة تنطفي بالكامل، تدوس فاير باتن ودقمة الناقص ستيلث اون. هسه الستيلث اوف. هسه نجي على سب منيو البري هيت. هنا عندك البري هيت على يا باور تريده والوقت. هنا اذا تشد له قطعة اليو اس بي تقدر تشحن بيه الموبايل. هنا ال اي ديات اللدات اذا تريدها تشتغل لو لا. هذا كل ما حول المود. هسه وخرت البراغي 3، تقدر توخر المشبك وتستخدم المود بهذا الشكل للتنظيف او اي شيء. هذا الشكل حلو، بس متأكد راح ينشخط بكل سهولة. شباب اللي شفتوه كان مراجعة محتويات علبة كت ES300 من شركة وزمك. طبعا نجي على إيجابيات وسلبيات الكت. من الإيجابيات طريقة التعبئة الفوقية والطريقة اللي تحفظها بيها، لأن ما تخاف إنه ينفتح بجيبك ويسيح الجوز. هاي القطعة الموجودة دار مدار الزجاجة ما تحتاج تستخدمها، تقدر توخرها ولكن تحافظ لك على الزجاجة وما تخليه ينكسر. كذلك يجوز من النقاط الإيجابية، ما متأكد منها، إمكانية استخدام كويلات الـ TFV8 أو الـ Cloud Beast. طبعا إذا تقدر تستخدم الكويلات تقدر تستخدم الـ RBA كذلك. المود كله على بعضه شيء كلش رائع، شيء جديد بالسوق ما شايفين منه. إنه شفاف تقدر تشوف كل شيء ببطنه،
وكذلك إمكانية إنه توخر هذا المشبك، إمكانية استخدام بطاريتين أو ثلاث بطاريات حسب الحاجة وحسب اختيارك، هذا أهم شيء رائع. نجي على السلبيات. أول نقطة سلبية هي سعة التانك، بالضبط هي 2.8 مل. الهيتشي تانك يستخدم هيتشي كويلات كبيرة، هذه سعة قليلة بالنسبة لي، أعتبرها قليلة. نقطة أخرى سلبية أنه تقدر تستخدم بطاريتين ولكن ما تقدر تصغر حجم المود. إذا نقارن المود بالفايندر نشوفه شوية أكبر من الفايندر، طبعا الارتفاع تقريبا نفس الارتفاع. ما عدا هذين النقطتين ما عندي أي نقطة سلبية تجاه هذا الكيت، رائع. بالكويل ال H2 النكهة رائعة والكلاود ممتاز برأيي. طبعا هذا على 46 واط يعطيني هلق الكلاود والنكهة ممتازة. هذا الكيت هدية من أخونا أحمد آغا، مشكور جدا لدعمه للقناة. طبعا هذا الكيت راح يكون الجيف اوي، فلا تنسون تسوون لايك وتكتبون تعليق على مود اسمكم يدخل بالقرعة. كان وياكم هالكم من هالكوست كلاود هاوس، نأمل انه استفادتوا من الفيديو، ان شاء الله نشوفكم فيديوهات اخرى وريفيوهات اخرى. دمتم بخير وبسلامه.